بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس الجافا. وبهذا الدرس بنكمل على السترنج كلاس، وهذا هو الجزء الخامس اللي بنتكلم فيه عن اندكسينج سترينجز. الحين بنتكلم عن length method وطريقة length method، بس مجرد ان اقول s1.length لاني مو قاعد اقارن شيء ثاني، انا ابي اوجد طول مال السترنج هذا. طبعا راح يرجع لي من نوع integer. لو قلنا ان عندي string 1 نوع يعني خزننا فيه كلمة hello، وعندي string 2 خزننا فيه mississippi. ولو جيت قلت له انا string 1.length شنو طول string 1؟ فطول string 1 اللي هو عدد الحروف 1 2 3 4 5، فراح نقول ان طوله 5. ممكن الواحد يغلط شوي، ويعني لان احنا اول حرف مكانه صفر فممكن يبتدي العد من صفر. احنا مو قاعد نسأل عن الأماكن، قاعد نسأل عن العدد. فلما يبدأ ويقول 0 1 2 3 4 كأنه يقول ان الطول 4، لا هو مكان آخر واحد 4، مكان أول واحد 0. فهني الواحد لازم ينتبه لما يعد ويعرف، يعني لو سئل مثلا في امتحان ولا شيء، انه يبدأ العد من 1 2 3 4 5، إذن هو 5، ما تبدأ العد من صفر بعدين تقول هذه الناتج 4. المثال الثاني s2.length، احنا ممكن نعد نفس الشيء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، فراح يطلع 11. المثال الثالث هالمرة ما قلت له يعني string object reference يعني، لكن قلنا له string literal اللي هو السترنج هذا جافا، فجي اي في اي 4 دوت لينكث، اذا يعطيني 4. الحين بنتكلم عن اندكس اوف ميثود. الاندكس اوف ميثود اللي هي لما انا يكون عندي سترنج وبدور على حرف داخل هذا السترنج، راح اقول له عطني وين مكان هذا الحرف، وين ترتيبه، هل هو في المكان 0 1 2 3 على حسب. والنتيجة مثل ما نشوف هنا راح تتخزن في متغير نوعه انتجر، فهي مثل ما هني مكتوبة returns the index within this string، يعني الاندكس من خلال هذا السترنج of the first occurrence، على اول مرة او اول حرف يلقاه موجود، يعني يلقى الحرف هذا موجود في اول مكان من هذا السترنج. طبعا اذا ما لقاه راح يرجع لي ناقص 1. فعندي مثال هنا يقول string s1 قيمته hello، string s2 mississippi. لما اجي واقول له system.out.println s1.index of الاي، دور لي على الاي في s1 وين ترتيبها او شنو مكانها، البوزيشن مالها 0 1، اذا البوزيشن مال الاي 1 في المكان رقم 1. لما اروح ادور على ال سمول ال في الاس 1، فبالتالي 0 1 2، ياخذ اول وحده ما ياخذ ثانيه، هذه ياخذ اول وحده يلقاها فراح تكون 2. لما يدور لي على الدي في الاس 1 راح يدور ويدور ما راح يلقى دي، اذا راح يرجع لي ماينس 1. لما نروح ونشوف هني في الاس 2 وادور على حرف البي، راح اعد 0 1 2 3 4 5 6 7 8، اول وحده بي لقاها بالثمان، اذا راح تكون ناتج 8. هني راح ندور على الام سمول ام
في المسيسيبي راح ندور، ما راح نلقى، لان هذه كابيتال ام، والكابيتال ام غير السمول ام، اذا راح يعطيني مثل ما اعطاني هني، يعطيني ناقص واحد. الحين بنكمل على الاندكس ميثود وناخذ مثال، يعني خلينا نقول صيغة ثانية. الصيغة الثانية ان راح نزيد عقب ما نذكر الكاركتر، راح نزيد وين يبتدي عملية السيرش، عملية اللي هو راح يبحث، عملية البحث. فراح يرجع لي المكان اللي راح يلقى فيه اذا لقى، بس طبعا اذا بدأ من المكان الفلاني، او انه يرجع لي ناقص واحد اذا ما لقى الحرف اللي بنبحث عنه. فمثلا لو عندنا S1 هي hello، S2 هي Mississippi، وقلت له ان دور لي على حرف ال small l ابتداء من المكان 3 للسترينج S1. ف S1 هذا 0، هذا 1، هذا 2، هذه ال الثانية هي 3. ابدأ من هنا يدور على ال، وهو من البداية راح يلقى ال، راح يلقاه في نفس المكان اللي احنا بدينا منه اللي هو 3، بالتالي يطبع لي 3. المثال الثاني يدور لي في ال S2 حرف كابيتال M، بس ابدأ من المكان رقم 1، هذا 0، هذا 1، من هني 1، راح يبدأ يدور M كابيتال M، ما راح يلقاها، اذا يعطينا ناقص 1. راح يدور في ال S2 حرف ال S، يبتدي من المكان رقم 4، 0 1 2 3 4، من هني راح يبتدي يدور. الحين هذه مو اس، ما راح يلقاها، هذه 5، اذا راح يلقى لي في المكان 5، اول اس موجودة. دور لي في ال S2 index of ال i، لكن ابتداء من رقم 5، 0 1 2 3 4 5، ابدأ من هي دور i، 5 ما لقاها، 6 ما لقاها، 7 لقاها في المكان السابع، إذا يعطيني رقم 7. في هذا المثال بنكمل على الـ index of method وناخذ صيغة ثانية. هالمرة بدال ندور على كاركتر واحد، ندور على string أو substring. طبعا دائما النتيجة راح تخزن في شيء اسمه integer. طبعا إذا لقاه راح يعني يعطينا الـ index ماله، وإذا ما لقاه راح يعطينا ماينس واحد. فسترينج S1 hello وسترينج S2 Mississippi، واقول له S1.index of EL. هالمرة بدور على حرفين ورا بعض، بدور هل تلقى EL ولا ما تلقى ال EL. فهني راح يدور في ال S1 0 1 2، فالمكان هذا لقى E راح يكمل، لقى L، اذا هذا السبسترينج نفس السبسترينج هذا، واللي هو يبتدي من المكان رقم 1 يعطينا هني 1. هني عقب ان اقول له او ال، دور لي على او ال في الاس 1، يدور دور دور لقى الاو، هل وراها ال؟ ما وراها ال، في او ثانيه؟ ما اللي في او ثانيه، اذا ما راح يعني يلقاها، وبالتالي راح يكون ماينس 1. المثال الثالث يدور لي على اس اس اي في ال S2، فيدور في ال S2 اللي هي هني 0 1 2 3 4، لقى بهذيل الحين SSI، اذا يبتدي اول واحد فيهم من مكان رقم 2، اذا يعطيني 2. الحين بنكمل على الاندكس اوف ميثود، وهذه اخر صيغة من صيغ الاندكس اوف. الصيغة هذه نفس الصيغة الثانية تقريبا، ما عدا ان هني تكون فيها سترينج. فهني هذه سترينج، وناخذ ال فروم اندكس، فنقول ندور على سب سترينج ابتداء من مكان محدد، مو من اول السترينج. طبعا يرجع لي ترو اذا كان لقاه، واذا ما لقاه يرجع لي ناقص واحد. فعندنا string S1 يساوي hello، string S2 Mississippi، وبعدين اقول له اطبع لي اذا كان يعني لقاه ولا ما لقاه، S1.index of، دور على EL في ال S1 ابتداء من مكان رقم 2، هذا 0 1 2، دور هذه E، لا مو E،
هذه اي لا مو اي، هذه اي لا مو اي، اذا ما راح يلقاها، فبالتالي يعطيني ناقص واحد. المثال الثاني ال او، يدور لي على ال او في الاس 1 لكن يبتدي من المكان رقم واحد، هذا صفر واحد، ابدأ مني، هذه ال لا، هذه ال اي، هل اللي وراها او لا، اذا اترك هذه، هل هذه ال اي، هل اللي وراها او اي، اذا شنو المكان هذا اللي بدايته راح يكون ال او اللي هو صفر واحد اثنين ثلاثة، اذا هني ثلاثة. المثال اللي بعده s2.index of SSI 4، يعني دور لي على SSI في ال S2 لكن ابدأ من المكان رقم 4، 0 1 2 3 4، يبتدي من هني، هل هذه S؟ لا، هل هذه S E؟ هل اللي عقبها S E؟ هل اللي عقبها I E؟ إذن هل المكان هذا هو اللي راح يكون يعني اللي رجع لي؟ فالمكان هذا هو 0 1 2 3 4 5، إذا يعطيني هني 5. الحين بنتكلم عن last index of method، وهي تقريبا مثل ال index of method ما عدا انه راح تدور من النهاية بدل ما تدور من البداية، وهي يعني نفس الشيء، راح تاخذ نفس الصيغة مثل ما شفنا في الاندكس، مرة ما تدور على كاركتر، مرة تدور على كاركتر لكن من المكان المحدد طبعا وترجع بطريقة عكسية، ومرة تدور على سترينج، ومرة تدور على سترينج وكذلك تبدأ من مكان محدد في السترينج وترجع لي متغير من نوع انتجر. فعندي لو كان عندي S1 من نوع string هو قيمته hello، و S2 قيمته mississippi، وجيت وقلت له دور لي في ال S1 على حرف ال L لآخر L موجودة، آخر L موجودة معناته كأنه يبدأ عكسيا، أول L يلقاها هي آخر L موجودة، فلو يعني عرفنا ان هذه اخر ال نروح ندور مكانها 0 1 2 3، فاذا راح يلقاها في المكان رقم 3. في المثال اللي بعده راح ندور على الاي او اخر تواجد حق الاي في الاس 2 ابتداء من المكان رقم 6، 0 1 2 3 4 5 6، ابدا من هني، اذا لقيت الاي تمام، اذا يعني كأن نقول لهذول خلاص لا تدور فيهم، لان ابدا من هذا، اعتبر هذا اخر واحد وابدا من هني وشوف اخر اي، اخر اي اللي هي اول واحده راح تلقاها، اول واحده راح تلقاها اللي هي هذه واللي هي ترتيبها 0 1 2 3 4، اذا راح يكون ترتيبها 4. الحين دور لي على الاس اس في الاس 2 اخر اس اس، عندنا ثنتين هذه وهذه لكن الاخيره اللي هي هني، شنو المكان اللي هو مكان اول واحده فيهم؟ مكان أول واحدة فيهم هذا اللي هو 0 1 2 3 4 5، فيطلع لي هني 5. دور لي على الـ SS لكن ابتداء من رقم 4، 0 1 2 3 4، ابدأ من هني، يعني لا تطالع باللي هني، إذا هني ما راح يلقى، هني يلقى الـ S الثانية، هني يلقى الـ S الأولى، إذا هذيل آخر SS موجودين في المسيسيبي ابتداء، لو ابتدينا من رقم 4 اذا مكانها 0 1 2، اذا راح يطلع 2. اخر واحده هني S2 last index of، ادور الحرف البي و7، فبي في هني راح القى هني بي، لكن ابتداء من 7 لو هنا 0 1 2 3 4 5 6 7، ابدا من هني، يعني هذول لا طالعهم، 7 دور حرف ال P ما راح يلقاه، إذن راح يعطيني ناقص 1.